انا معايا برضو الدكتور محب مجدي، استاذ القلب بجامعه المنصوره وعضو اللجنه المشرفه على متابعه حاله مرحوم احمد رفعت. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا. وكان الدكتور احمد يتحدث عن انه بعض الناس تحدثت عن امور طبيه غير صحيحه في الاجراءات مع احمد رفعت. عايز اسمع كلام حضرتك عن هذا الامر، وبالتاكيد بدايه تعازينا يعني. كريم بيه، ازيك؟ واحنا طبعا يعني الاول اول حاجه بنعزي نفسنا قبل اي حد طبعا، وبنعزي شعب مصر كله. كل ده يعني بنسميه صدمه كبيره لينا، مصاب جلل. والحقيقه يعني ما فيش اي نوع من انواع الاعتراض على قدر ربنا وقضائه، لكن يمكن انا اتدخلت في التوقيت المناسب اللي كان زميلي وصديقي الدكتور احمد اشرف بيتكلم فيه. ان الحقيقه لغط على الميديا النهارده للمشابهة أو المقارنة بين حالة رفعت وحالة إريكسون هو الحقيقة شيء شائن، لأن الأبحاث اللي اتعملت لرفعت من الأول، الإشاعات والتحاليل وبعد حتى ما الحالة استقرت وكمان مرا بالقسطرة، أدت إلى أن تشخيص واضح جدا مختلف عن حالة إريكسون تماما. إريكسون طبعا لاعب الدنمارك الشهير اللي سقط في بطولة طبعا. وده لتعريف الناس، الحالة اللي كانت بتاعت إريكسون ده كان اضطراب كهربائي في العضلة وعيب في القنوات المرتبطة بخلايا القلب الكهربائية، وكان عيب وراثي. والحقيقة كمان يعني يعتبر من الحالات اللي هي بتحصل كتير، لكن حالة بقى رفعت ان يكون جلطة في القلب هي الحالة اللي هي مش معتادة قوي، والتصرف معاها تصرف مختلف. التصرف ده مش احنا اللي حاطينه في مصر، اللي حاطينه جمعية القلب الأمريكية وجمعية القلب الأوروبية في صورة إرشادات عامة ثابتة بنتبعها كل أطباء القلب في العالم. واللي اتعمل مع رفعت زي ما الدكتور احمد قال دلوقتي هو البيست براكتس او الـ بنسميه الـ يعني الـ احسن ممارسه طبيه في صوره خطوات ثابته واضحه وتحت اشراف اساتذه كبار. وكمان الخبير بعد ما فتح الشريان كان مستنيين على ما يسمى تحسن كفاءه العضله، وفعلا كفاءه العضله زادت. في اللحظه دي اتعمل كمان تحليل جيني او استبيان فكره ليه حصل لرفعت جلطه، واتضح فعلا ان من التحليل الجيني ان في اضطراب في نسبه لزوجه الدم وتقلط الدم موجود عنده، وده يفسر الجلطه اللي حصلت. عشان كده بصراحه من يعني من الظلم جدا مقارنه حاله إريكسون وحاله رفعت. وكان الحقيقه النهارده معظم الميديا متجهه ليه ما ركبش. هو كل اللي اتعمل ده وما كانش في ايدين حد من الناس اللي كانت بتتابعه انه يركب اي سي دي او اللي هو الصعق الداخلي، لا طبعا كان ضمن الخطط المتاحه طبقا للخطوات اللي متبعه طبيا في حاله زي كده لو هو يسمح بكده. لكن الحاله كانت اساسا جلطه في الشريان التالي وليس اضطراب كهربائي. دكتور محمد مجدي استاذ القلب بجامعه المنصوره، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. عضو ايضا اللجنه اللي كانت مشرفه على علاج احمد رفعت.